مرحبا يا جماعة، يعطيكم العافية. زمان ما نزلنا فيديو، آخر فيديو كان عن الفيستروم SX250 اللي الحمد لله الناس انبسطت فيه واستفادت. طلبت مني أعمل فيديوهات أكثر عن مواضيع بتخص الدراجين وتجارب قيادة الدراجات، وإن شاء الله رح نعمل أشياء حلوة تستفيدوا منها قدر الإمكان. اليوم موضوعنا كثير مهم لكل دراج سواء كان مبتدئ أو متمرس. اليوم حنحكي عن التليين. شو يعني التليين؟ كيف تلين الدراجة النارية؟ وشو أهم الشغلات اللي نركز عليها خلال قيادتنا في فترة التليين؟ هعطيكم معلومات مهمة لكل دراج حتى تحافظ على ماتور دراجتك أطول فترة ممكنة. حالياً أنا في شركة سوزوكي الأردن، ما شاء الله قدامي عدد كبير من الدراجات، منظر خرافي جداً. خلينا نعملكم جولة مع هالدراجات الحلوة، كنحمسكم شوي للفيديو وبعديها منبلش بموضوعنا. يلا دراجة الجيكسر 250 نسخة الاس اف موديل 2023 اللي لونها مميز جدا زي ما انتو شايفين. هاي دراجة وكالة زيرو، اترخصت واتجمركت جديد. حتكون معي بحلقة اليوم لنعرف كيف تليين الدراجة بالطريقة الصح. اول اشي يا جماعة، قبل ما تشغل دراجتك وتبدأ رحلتك، اقرأ كتيب التعليمات او دليل المالك المرفق مع الدراجة. هاي عنا دليل المالك من سوزوكي، كل المعلومات الخاصة بالدراجة بتلاقيها فيه، كل المعلومات عن الدراجة، عن أجزاء، عن الأخطاء المحتملة وكيف تعالجها وكيف تليين الدراجة موجودة بهالدليل. فقبل ما تطلع على الدراجة اقرأ الأشياء المهمة زي التشغيل وزي التليين، وبعديها بتشغل وبتقول يا رب. هينا يا جماعة بدنا نطلع على الدراجة النارية عشان نلينها مع بعض ونحكي شوي عن التليين. طبعا هاي الدراجة منأكد انها زيرو، لساتها ما تلينت، انا اخذتها زيرو من الشركة واحنا راح نلينها. منأكد بالبداية البس السيفتي منيح، عماهلكو هاي السيفتي فول، أموركو تمام إن شاء الله، الله يحمينا ويحميكم. كنشغل ونقول يا رب. طبعا أول شيء يا جماعة، طلعتك بدها تكون بهدوء، أكد من موريك إنه أمورهم تمام، معايرات 100% وقول يا رب. يلا بسم الله. شايفين الطلعة تاعتنا بدها تكون بهدوء بهدوء بهدوء. بتقول لصاحبك بكرة حسلم الدراجة النارية من الشركة وبدي ألينها. بقول لك يا زلمة شو تليين ما تليين، سيفك يا زلمة بلا حكي فاضي، ضلك داعس ومكمل وما في عليك إشي، ما في كوب. طبعا هذا حكي يا جماعة غلط، وإذا بترد على صاحبك كمان بتكون غلطان. ليش؟ لأنه أي قطعة ميكانيكية بتم فيها احتكاك لتوليد الطاقة بدها تليين، زي المحرك سواء كان محرك سيارة، دراجة، قارب زجاجي بدها تليين. عندنا كمان الجير بده تليين. حتى تحافظ على دراجتك على ماتورها وعلى أجزائها والقطع الداخلية لازم تلين بالطريقة الصح. هسا الاحتكاكات اللي بتصير داخل أجزاء المحرك بتولد شوائب، هون بيجي دور الزيت اللي بيعمل على نقل هاي الشوائب بكل سلاسة وهدوء لا فلتر الزيت حتى يتخلص منها عند اول غيار. طيب التليين شو بده يفيدنا؟ مازال في زيت في الماتور او في المحرك، ليش انا الين؟ مازال في زيت ينقل هاي المواد وهاي الشوائب، ليش انا الين؟ طيب هاي الشوائب حتى تنتقل بكل سلاسه لازم تلين الدراجه صح، لازم تسوق بهدوء، لازم تدير بالك وانت بتلين الدراجه حتى تحافظ على ماتور دراجتك أطول فترة ممكنة، سواء كان ماتور، جير، كل شيء. طبعا هاي الشوائب يا جماعة بتقل مع الاستخدام، وطول ما أنت بتستخدم الدراجة
طول فترة التشغيلية عمالها بتمشي بدورتها الطبيعية، هاي الشوائب راح تقل تماما لحد ما تاخذ كل الأجزاء مكانها الطبيعي والأجزاء الداخلية تركب على بعضها بالطريقة الصح. وهذا هو يا جماعة التليين باختصار. خلال فترة التليين انت بدك تحاول انك تمشي على اليمين، لانه سرعتك اكيد تتكون بسيطة حتى ما تضايق اللي وراك، ما تمشي شمال الا يعني عند الضرورة، لانه سرعتك راح تكون قليلة كون التليين يعني بده رواق بالسواقة اكيد، وبده ما حدا يستعجل. خلينا نحكي لكم كيف نلين الدراجة، شو الطريقة الصح للتليين. اول 500 ل1000 كيلو هي اهم اشي بالتليين، لهيك راح احكي لكم عن شغلات تعملوها حتى تحافظ على موتور دراجتك كل اجزائها باطول فتره ممكن. اول شيء يا جماعه، الار بي ام عندك خلال مشيتك في الدراجه ما يطلع عن 5000 دوره بالدقيقه. ايه طب شو اللي بتحكي فيه انت؟ كيف انا بدي اضلني متبع على الار بي ام انه ما يطلع على 5000 دوره بالدقيقه؟ لا، بهذا الشيء في شغله مريحه، انه في ضوء بيطلع وانت ماشي على الدراجة بنبهك انه انت والله وصلت للار بي ام 5000، يعني زي ما انت شايفين انا وصلت 5000، اعطيت غيار خلص ريحت الدراجة، ريحت الجير، ريحت المحرك. فلازم يا جماعة الار بي ام ما يطلع عن 5000 دورة بالدقيقة. وطبعا هذا الاشي هيكون شايفينه، هاي 5000 دورة انا وصلت بعطي غيار، هاي صرنا على الجير السادس. خلينا ناخد يميننا ونمشي بهدوء اكثر لانه انا ماشي في طريق المطار وهذا خط سريع. ثاني نقطة يا جماعة، وهي ما تدعس دعسة فاضية. شو يعني الدعسة الفاضية؟ يعني يجيك صاحبك والله تكون حاط الجير على الام، يجيك صاحبك يقول لك والله سمعني صوت الدراجة، بدي اسمع صوت لوكزوت، سمعني اياه، تصير تدعس وتدعوس وبدون اي فايدة. هذا حكي غلط وهذا حكي بضر اكيد بالتليين. فاللي بيجي يا اخوان يقولكوا طبعا ممتاز هذا طلع ولا يعطيني اولويه ولا شيء، ممتاز بدك تنتبهوا يا جماعه. فاللي بيجي يا اخوان واعتذر، الحمد لله انه اعتذر. يلا يا اخوان بسيطه بتصير بتصير الحمد لله، الواحد يركز دائما. فاللي بيجي يا اخوان يقول لك سمعني صوت دراجتك، اقول له يا اخوي والله هاي بفتره التليين انا ما بدي اضغط على الدراجه، ولا تخجل يعني عادي، لانه انت هيك حرام يعني تخسر او تضر موتور دراجتك خلال هاي الفتره انت بغنى عن هاي الشغله. الشغله الثالثه اللي لازم تعملها خلال فتره التليين انه ما تضل على غيار واحد. كيف يعني؟ يعني انا ما اظن مغير غيار سادس، راكب غيار سادس وماشي بالدراجه وخلص يعني انه انا هيني بلين صح قاعد واموري تمام، لا هذا حكي غلط. لازم توزع الغيارات خلال رحلتك في الدراجة النارية، توزع غياراتك، تكون غيار سادس خامس تنتقل للرابع بعدها تنتقل للخامس تنتقل للثالث بالتدريج طبعا. فيعني لازم توزع الغيارات خلال مسيرتك بالدراجة النارية. في ناس أول ما يستلموا الدراجة بقول لك خليني خلص ألينها بسرعة وأخلص أروح أشغل الدراجة وامشي على خط سريع، اروح بين المحافظات مثلا بروح على البحر الميت، بيسلمها رايح جاي رايح جاي حتى يلين بالطريقة الصح، وبضلع غيار واحد وبقول لك انا والله هيك لينت. طبعا هذا حكي غلط وبضر اكيد بالدراجة وبالتليين. كل الغيارات لازم تاخذ حقها، الغيار الاول لازم ياخذ حقه، الغيار الثاني لازم ياخذ حقه، الغيار الثالث والرابع الى اخره، كل غيار بغياره لازم ياخذ حقه. ليش؟ حتى الأجزاء الداخلية تبعت الجير برضه تركب بمكانها الصحيح وتشتغل بالطريقة الصح. الشغلة الرابعة خلال فترة التليين نعطيكم إياها المعلومة، إنه العجال كمان بدها تليين. إيه؟ شو اللي بتحكي فيه يا بخودة؟ حتى العجال بدها تليين؟ العجال بدها تليين زيها زي المحرك زيها زي الجير. أول 150 كيلو متر بدك تدير بالك خلال استخدامك للدراجة كون العجال بيكون عليها طبقة شمعية للحماية. تعرفوا العجال بيكون عليهم طبقة شمعية لحماية العجال في فترة التخزين حتى ما يصير فيها نشفان أو اهتراء. فخلال هاي الفترة اللي هي 150 كيلو متر بدك تتجنب عدة أمور، إنك تضغط بريك بقوة، وإنكم كمان يا جماعة
اديروا بالكم من المنعطفات، يعني وانت بتلف الدراجة ما تحاول تميل زيادة، تخفف على المنعطفات بالطريقة الصح، حتى العجال ما تزحلق معك، لأنه هاي الطبقة الشمعية أكيد بتزحلق. زي ما انت شايفين هاي بخفف السرعة تدريجي، هاي حطينا غماز يمين حتى نروح بكل هدوء ومنحل الجير وبنوقف. هيك احنا يا جماعة بنلين بالطريقة الصح والطريقة الأمثل. صحيح أنا بدي أعبي بنزين، ليش جيت هون؟ طبعا اخوان انا ما بعرف، في عادة انه انا ما بعبي بنزين غير من كزية واحدة وغير من فرد واحد، ما بعرف هذا الاشي طبيعي ولا لا، بس هذا الاشي اللي انا بعمله بالعادة، مستحيل اعبي بمكان ثاني غير هاي الكزية. خلص هيك سبحان الله. على فترة التليين يا جماعة مش بس لتليين الدراجة، لا هي فترة كمان بتساعدك حتى تتعرف على دراجتك النارية، يعني سواء كان كنت انت مبتدئ او متمرس، فترة التليين هاي بتخليك تكتشف دراجتك، تعرف عنها، خصوصا المبتدئ تعرف دراجتك، تعرف قاعدتك، طريقة القيادة الصح، تتدرب عليها منيح طبعا بهدوء، اكيد بنأكد انه لازم تمشي وتصير بهدوء، ما تستعجل نهائيا. هاي عند الفرد البنزين اللي دائما بنحب منه، والله الشغلة يعني يا اخوان لا ارادي، يعني انا في هذا الطبع انه خلص اعبي من مكان واحد فل الفل 95. هات عمك ايوه، طبعا بنزين هاي الدراجة 95، يعني عبي 95 وما تعبي 90 بكون احسن. هاي هيك فللنا الامور تمام. ها يا رب طلعت 10 دينير و90 قرش، يا سلام اخصم 11. هذا دينار كويس، اعطيك دينار، اي احلى دينار يا سيدي، زقطها على السريع الدينار، ها على السريع زقطها. تبدل تعطيني هدول بعطيك هدول. ما يسعدك. خلينا نصفر العداد يا جماعه، هاي صفرنا، يا سلام محل البنزينات لما تكون فل، راحة نفسية. في المبتدأ يا جماعة فترة التليين بتساعده انه يكتشف دراجته، يعرف عن دراجته، حتى وهو ماشي بهدوء يسمع الأصوات اللي ممكن تطلع من دراجته يتعرف عليها، حتى أي صوت غريب ممكن انه يسمعه يعرف انه لا في هون صوت غريب لازم أسأل الوكالة، وما تتردد اكيد انك تتصل في الوكاله، الو انا عندي والله هيك هيك صوت، اكيد ما راح يقصروا معك، راح يحكوا لك انه طبيعي، طبعا انت اكيد جديد، راح تفكر اي صوت انه هو صوت بخوف، لا هذا شيء طبيعي ممكن يكون، واكيد ما تتردد لما تسال الوكاله عن هذا الشيء. اما الشباب المتمرسين فلا، هي فتره انه يلين دراجته ويعرفها مش اكثر، يعني معلش انا هاي الدراجة رقم 5 بلينها، فتعودت على التليين، خلص أنا هلا صرت يعني على السمع، على صوت الماتور، أعرف متى أغير، متى أعمل، وعلى الضوء كمان، يعني هاي الإشي بفيد، يعني هاي مثلا أنا ماشي، هاي أنا بطلع، هاي خلص وصلت الـ 5000 دورة بالدقيقة. هلا يا جماعة بدي أعطيكم مجموعة نقاط تفيدكم خلال التليين، لازم تنتبهوا لها، نقاط بسيطة إن شاء الله أموركم تمام بتكون. اول اشي يا جماعة ما تحمل حدا معاك خلال فترة التليين، ايوة. اثنين، كل فترة تفقد اطاراتك، ما بتاخذ العملية منك 5 دقائق بالضبط. النقطة اللي بعديها يا جماعة ما تخلي دراجتك شغالة على الفاضي، يعني طلعت مشوار وصلت خلصت ما تخليها شغالة، اطفيها، يعني هذا حكي ما بفيد بالتليين. النقطة اللي بعديها ما تدعس أكثر من 3/4 الدعسة، يعني سواقتك زي ما حكينا إنها تكون بهدوء، هيني أنا بمشي مش مستعجل بغير براحتي، هاي بمشي بهدوء 3/4 الدعسة يا دوب داعس، هاي وصلنا الجير الرابع، هيني ماشي، هاي الصوت علي أنا بعرف من الصوت، بغير الجير الخامس، هاي الدعسة والتسارع تبعي بيطلع تدريجي للدراجة مش مرة واحدة، ما في استعجال، هيني بهدوء بمشي بهدوء. وفي نقطة كمان حابب أوضحها بالنسبة للـ RPM،
طب يا اخي افرض انا صار معي موقف واضطريت اني اطلع عن واحد مثلا او اتفاداه واطلع عن 5000 دوره بالدقيقه، عادي انت مش مقيد بهاي الامور. يعني لما يصير معك موقف واضطريت انك تدعس زياده وتزيد عن 5000 دوره بالدقيقه، هذا الحكي عادي، وطمن انه ما بياثر على التليين، المهم انه ما يصير فيك اشي، والمهم انه انت تتجاوز الموقف بكل هدوء. وهذا الحكي اكيد محصور حسابه من قبل الشركات الصانعه، فهي بتعطيك مجال زياده لو طلعت عن الار بي ام خلال مشيتك، في حال انك تجاوز عن موقف، تجاوز عن سياره، خلص دعست مثلا والار بي ام ارتفع عن 5000 دوره بالدقيقه، هذا الشيء عادي وتطمن. بس المهم انك انت ما تكون ماشي على اعلى من 5000 دوره بالدقيقه مسافه كبيره، بس صار معك موقف ودعست عاد زيك مثلا، ها هاي انا دعست شويه وطلعت عن الار بي ام حتى اتجاوز الشخص اللي هون. النقطه اللي بعديها خليني انا اوقف هيك بهدوء ونحكي عنها هون. النقطة اللي بعديها يا جماعة انه فقد دراجتك باستمرار. يعني انا هيني صفيت قبل ما اطلع بالدراجة النارية، مثلا انا بطلع من الصبح برجع اخر الليل، قبل ما اطلع الصبح بعمل لي جولة على دراجتي، بشيك اهم الشغلات اللي لازم تتشيك، بطلع على الدراجة بشكل عام، بشوف مثلا والله هون على البرابيش في تسريب زيت، في اشي للتشيك بس يا جماعة، للتشيك مش اكتر. بتطلع على البرابيش في تهريب زيت، بتطلع على الاطارات بتفقد الهواء تبع الاطارات اذا كان موعدهم، بتطلع على الاطار ما في اي مشاكل، على السنبرصات ما في اي زيت مثلا طالع من هون طالع من هون، ما في اي اشي ما في اي مشاكل. فباخد يا جماعة لفة كاملة على الدراجة قبل ما اطلع عليها، يعني احتياط واجب، بشيك بس مش اكثر، بشيك على الزيت مستوى الزيت، بشيك على زيت البريك، بشيك مثلا على الاضاءة، بضوي سويتش زي هيك، بشيك انه والله الضوء الامامي هي شغال امور تمام، هاي الجمازات جماز اليمين شغال، هاي الجماز الثاني مثلا ها جماز الشمال شغال، اموري تمام 100% ما في اي مشاكل. إيه بتطلع على الإضاءة الخلفية، والله هيو مضوي أموره تمام، هي الضوء ضوء الدم الطقة الأولى شغالة. يعني باخذ لفة كاملة على الدراجة بشيك على أهم النقاط الأساسية اللي لازم الواحد يشيكها باستمرار حتى تكون بأمان خلال مسيرتك بالدراجة النارية. نتأكد إن الشارع فاضي وإنه بإمكاننا نطلع بكل هدوء. ها هاي الشارع فاضي، هاي نطلعنا كل هدوء عادي، انا ماخذ يميني يا اخوان، ماخذ يميني ما في اي مشكله، ما راح اضايق حدا، هي بغير بكل سلاسه. هي باكد لكم تغييرك للدراجه ودعستك بتكون سلسه جدا. وهيك يا جماعه حكينا عن كل النقاط الاساسيه والرئيسيه المهمه خلال فتره التليين. طيب خلصنا تليين، نيجي لمرحله ما بعد التليين. خلصنا التليين أمورنا تمام، شو لازم نعمل؟ وصلنا الألف، منروح منقول يا رب، منروح على الشركة منغير زيت ومنغير فلتر الزيت، وبيعملوا لنا أكيد تشيك عام على الدراجة، تشيك كامل على الدراجة حتى يتأكدوا إنه أمورك تمام فيها. بعد ما نغير الزيت وفلتر الزيت بنشغل وبنقول يا رب، وبعديها بنطلع بالدراجة. هون بإمكاننا إنه نمشي بالدراجة النارية فوق 5000 دورة بالدقيقة، نوصل ل7000 بالضبط، فوق 7000 ما نمشي. فالشركة راح تعير لك الضوء اللي انتو شايفينه عم برمش ل7000 دورة، في حال إنه ضوء لازم إنه تغير غيراتك. طب ليش بس 7000 دورة بالدقيقة؟ طب من الار بي ام معاي للعشرة مثلا، طول بالك بس لل 1500 كيلو متر بدك تضلك ماشي لل 7000 دوره بالدقيقه، بعد ال 1500 كيلو متر بامكانك تطلع لل 10000 دوره بالدقيقه. هلا وانت في حال عملت كل هاي الامور انت بتكون هيك لينت دراجتك بالطريقه الصحيحه، حافظت على دراجتك اطول فتره ممكن. طيب واللي ما لين دراجته بالطريقه الصح او بالتليين اللي لازم يلينه فيه، شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ أول شيء راح يزور الوكالة
أو راح يزور الصيانة عدد مرات أكثر من الشخص اللي لين دراجته صح. ثاني شيء، عمر الماتور وعمر المحرك راح يكون أقصر من اللي لين دراجته صح. طيب الشخص اللي لين دراجته بالطريقة 100% شو راح يكسب؟ أول شيء راح يحافظ على ماتور دراجته أطول فترة ممكنة. ثاني شيء بقلل من انبعاثات المحرك في الدراجة النارية. ثالث شغلة وهي الأهم، اقتصاد في استهلاك الوقود. هاي أهم نقطة واللي كنا مندور عليها، إنه نوفر في الوقود. وبهيك يا جماعة أنا إن شاء الله أكون غطيت كل المعلومات اللي بتفقوا فيها كل الشركات الصانعة على موضوع التليين. أهم نقطة وبأكد عليه كل المرة الألف يمكن حكيتها بهذا الفيديو، إنه سواقتك بدها تكون بهدوء، بدك تكون حريص إنه ما تطلع عن 5000 دورة للدقيقة، ولو طلعت ما بيأثر اطمن. يعني الإشي هذا أكيد عاملين حسابه الشركات الصانعة وعاملين احتياطاتهم فيه. تنتبه أكيد إذا كنت مبتدئ على حالك، وامشي على اليمين حتى ما تضايق اللي وراك. ما تروح والله على خط سريع تمشي بليار واحد وإنك هيك أنت بتلين الدراجة، لا أنت هيك بتضر الدراجة وبتضر المحرك وعمره الافتراضي. كمان وزع غياراتك طول الطريق، طول رحلتك وزع الغيارات، أعطي الأول بحقه، الثاني بحقه، الثالث بحقه، كل الغيارات أعطيها حقها، حتى الجير ياخد الأجزاء الداخلية تاخد شكلها الطبيعي والأجزاء تتجانس مع بعضها بالطريقة الصح. هيك حكينا كل شيء يا جماعة، سامحونا إن قصرنا بأي معلومة، وإن شاء الله يا رب الفيديو القادم راح يكون عن موضوع أنتوا طلبتوه مني، اللي هو تجربة قيادة دراجة السوزوكي الجيكسر 250 بنسختها الاس اف والستريت. طبعا هاي الدراجة يا جماعة بفترة التليين راح نصورها وراح نحكي لكم مقارنة ما بينها وما بين نسخة الستريت، ونعطيكم كل المعلومات الشاملة الشافية الوافية، حتى اللي بفكر يشتري هاي الدراجة يكون مقتنع تماما انه اخذ لفة سريعة ومعلومات سريعة عنها ويشتريها وهو مطمن ومتأكد انه امورها تمام. ان شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات الجديدة، واي حدا عنده استفسار، عنده اي مشكلة، اي سؤال، انا جاهز من عيوني، ابعتولي وما تترددوا، اكيد حرد على الكل، ما راح اقصر مع حدا، انا برد على الرسائل. وهي منصات التواصل الاجتماعي اللي بامكانكم انكم ترسلوني فيها، الفيسبوك، انستغرام، التيك توك، واليوتيوب كمان، قناتي على اليوتيوب. وكل احترام للجميع، وبتمنى لكم السلامة والحماية يا رب من رب العالمين طول مسيركم على الدراجة. سلام.